ولتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية انضم إلينا عبر زوم من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بحضرتك أستاذ عزام. مساء الخير أنجي، شكرا للاستضافة. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أبدأ مع حضرتك من مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وكيفية تأثيرها على كافة الأسواق، ما توقعات حضرتك لتحركات الفيدرالي الأمريكي هذا العام؟ يمكن أنجي حتى الآن لا تزال هناك بعض الاختلاف بين ما تعتقده الأسواق بالنسبة لتسعير تخفيض أسعار الفائدة وبينما ما يتوجه له الفيدرال الأمريكي. نعم، في ندوة جاكسون هول الأخيرة أشار جيروم باول بشكل صريح وواضح بأن الموعد قد حان لتخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي اجتماع شهر سبتمبر سيكون هو الإشارة الأولى أو البداية الأولى بالنسبة لأسعار الفوائد لبدء تخفيضها من الفيدرال الأمريكي. لكن يبقى السؤال هنا، هل سيتجه الفيدرال الأمريكي بشكل أكبر مما تعتقده الأسواق؟ هل سيتجه بمقابل رفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس أم سيتجه إلى 25 نقطة أساس والبدء تدريجيا بعمليات تخفيض أسعار الفائدة؟ على ما أعتقد قد يكون هناك توجه بالنسبة للفيدرال الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بالنسبة لاجتماع شهر سبتمبر إذا ما استمرت البيانات الاقتصادية كما هي عليه في الوقت الأخير، نظرا لأنه 50 نقطة أساس قد يكون توجه واضح بالنسبة للفيدرال الأمريكي أو توجيه واضح بالنسبة للفيدرال الأمريكي للأسواق بأن هناك ما يخيفه بالنسبة للناحية الاقتصادية من ناحية النمو الاقتصادي أو أسواق العمل بعد عدة إشارات واضحة من الفيدرال الأمريكي أن أسواق العمل تسجل تراجعات، وحتى القراءات الأخيرة بالنسبة لأسواق العمل قد سجلت تراجعات من ناحية الوظائف الغير زراعية من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع معدلات البطالة، فبالتالي أي إشارة من الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفوائد بشكل كبير قد يكون إشارة واضحة بأن هناك مخاوف من الركود الاقتصادي أو على الأقل هناك مخاوف من تراجعات أسواق العمل بشكل كبير، فبالتالي الفيدرال الأمريكي يتجه لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير. أعتقد هذا السيناريو قد يتجه الفيدرال الأمريكي لمحاولة تجنبه، أي قد يتجه إلى رفع أسعار الفوائد بشكل تدريجي، لكن النقطة الأساسية في ندوة جاكسون هول أن جيروم باول لم يشير إلى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بشكل تدريجي. أسقط كلمة تدريجية، ما كان يتجه إليه دائما الفيدرال الأمريكي بكلمة تدريجي ويتجه أيضا للإشارة إلى مخاطر التضخم، إشارتين قد لغاهم الفيدرال الأمريكي في ندوة جاكسون هول، فبالتالي قد يعطي الأسواق بعض المخاوف من أن توجه الفيدرال الأمريكي قد يكون عدواني بعض الشيء من ناحية تخفيض أسعار الفائدة، لكن هي سلاح ذو حدين. أعتقد بأن 50 نقطة أساس قد تكون هي إشارة واضحة بأن الفيدرال الأمريكي قد يكون اعترف ضمنيا بتأخره عن تخفيض أسعار الفائدة، كما اعترف ضمنيا أيضا في الفترة الماضية عن تأخره في رفع أسعار الفائدة، فبالتالي أميل إلى إمكانية توجه الفيدرال الأمريكي إلى تخفيض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس مع متابعة الأرقام الاقتصادية. كما ذكرت قبل قليل أنجي في التقرير بأن مؤشر المفضل للفيدرال الأمريكي للتضخم سيصدر يوم الجمعة، فبالتالي أي إشارة بأن التضخم لا يزال مستقر قد يعطي الفيدرال الأمريكي بعض الوقت بالنسبة لمتابعة السياسة النقدية أو متابعة تأثير السياسة النقدية على الحالة الاقتصادية. نعم، يستقر سعر النفط عند مستويات أقل من 80 دولارا للبرميل وسط اضطرابات في السوق العالمي، إلى أين تتجه أسعار النفط الفترة المقبلة سيد عزام؟ قد يكون هو إنجي بالفترة الماضية تحركات أسعار النفط كانت متقلبة بشكل كبير جدا ضمن نطاقات عرضية واسعة، قد شهدنا ما يقارب أكثر من عام بالنسبة لتداولات النفط يتداول ما بين مستويات 67 دولار إلى مستويات 82 دولار لخام غرب تكساس، بالتالي هناك بعض المخاوف من تخمة المعروض في الفترة الأخيرة وقلة الطلب العالمي بالنسبة للنفط. عندما ننظر إلى قلة الطلب العالمي أو تناقص الطلب العالمي، أشار له أوبك في آخر تقرير له بأن هناك مخاوف من ازدياد ضعف الطلب العالمي خاصة مع الأرقام الاقتصادية. كما يقال النمو الاقتصادي عندما يكون منخفض التصنيع يكون منخفض، فبالتالي يكون الطلب العالمي على النفط منخفض، فبالتالي الأرقام الاقتصادية من ناحية النمو الاقتصادي أوروبا الصين كانت تسجل بعض الانخفاضات أو تسجل تراجعات في الفترة الماضية، والمخاوف الأكبر من الصين لأن الصين هي تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام، فبالتالي الأرقام الأخيرة من ناحية التصنيع ومن ناحية النمو الاقتصادي السلبية أو المتراجعة أداء اقتصاديا من ناحية الصين تعطي إشارات بأن الطلب العالمي على النفط ينخفض.
التوترات الجيوسياسية نعم لاعب أساسي بالنسبة لأسعار النفط، لكن قد خفتت في الفترة الأخيرة نظرا لتسعير النفط لكامل التوترات الجيوسياسية في الفترة الماضية، فبالتالي أميل إلى إمكانية ممارسة أسعار النفط أو تقلبات أسعار النفط بناء على حالة العرض والطلب، لذلك أميل لتوجهات لانخفاضات أسعار النفط في الفترة القادمة. نعم. قد نشهد تراجعات إلى مستويات 71 ثم مستويات 67 لخام غرب تكساس. من الذهب الأسود إلى الأصفر، الفترة الحالية نشهد تذبذب في أسعار الذهب، أيضا تراجع اليوم بضغط من ارتفاع الدولار. ما توقعات حضرتك لسعر المعدن الأصفر في ظل الحديث عن تخفيض الفائدة الأمريكية؟ يمكن إنجي بالعادة يعني ما يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة يتجه الذهب لتسجيل ارتفاعات، نظرا لأنه انخفاضات الدولار الأمريكي تكون دافع أساسي لارتفاعات الذهب في الفترات الماضية، وهي تاريخيا ما أتحدث هنا. عندما ننظر إلى الارتفاعات التي حصلت مع بداية الأسبوع هي تقلبات التسعير الفوائد، الأسواق تعتقد بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يتجه لها الفدرال الأمريكي في الثلاث اجتماعات القادمة سبتمبر نوفمبر ديسمبر، هي قد تكون تسعير بالنسبة للأسواق أي استباقية بالنسبة للأسواق، وقد سعرتها أسعار الذهب بشكل كامل في الفترة الماضية. ما يقلقني هنا بالنسبة لأسعار الذهب هي جني الأرباح، نظراً لهناك إشارات بالنسبة فنية بالنسبة لأسعار الذهب، قد يكون الضاغط السلبي لأسعار الذهب هو بقاء تداولات أسعار أونصة الذهب أسفل مستويات 2525، بالتالي قد يكون هناك ضاغط سلبي للتوجه إلى مستويات 2475 ثم مستويات 2450 بشرط أساسي بقاء التداولات أدنى مستويات 2525 في الفترة القادمة بالنسبة للذهب. نعم الذهب قد يستفيد في الفترة القادمة مع تخفيض أسعار الفائدة، لكن أؤكد هنا بأن أسعار الذهب كانت قد سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية نظرا لتسعير التوقعات، فبالتالي توقعات تخفيض أسعار الفائدة باتت محتسبة بشكل كامل بالنسبة لأسعار الذهب في الفترة الماضية. نعم، نتابع أيضا تركب الأسهم العالمية لتقرير أرباح شركة إنفيديا، ما تأثير ذلك على أسواق الأسهم الأمريكية بشكل عام؟ يمكن في الفترة الماضية والفترة الحاضرة إنفيديا هي عبارة عن كامل الأسهم الأمريكية، هي اللاعب الأساسي بالنسبة لتحركات المؤشرات الأمريكية وبالنسبة لتحركات الأسهم الأمريكية بشكل عام. تقرير اليوم لموسم الأرباح يعتبر مهم جدا نظرا لارتفاعات الربحية المتوقعة بالنسبة لإنفيديا، قد يكون الربحية المتوقعة بزيادة ما يقارب 100% بالنسبة لربحية السهم بالنسبة للريفينيو أو العوائد بالنسبة لسهم إنفيديا، لكن المقلق هنا الفورورد جايدنس أو التوجيهات المستقبلية التي يجب النظر لها. التوجيهات المستقبلية في الفترة الماضية كانت إشارات واضحة بالنسبة لإنفيديا بأن هناك تأخير للبلاك ويل تشيب، بالتالي قد يكون هناك أي إشارة لتوجيهات مستقبلية بأن التأخير قد يكون مستمر للفترة القادمة بالنسبة لإنفيديا قد يكون ضاغط سلبي، لكن المعطيات بشكل عام بالنسبة لسهم إنفيديا قد تكون جيدة، تطلعات على المدى الطويل قد تكون جيدة جدا، حتى الارتفاعات في آخر 12 يوم ما يقارب 750 مليار دولار تم إضافتها في القيمة السوقية، ارتفاعات ما يقارب 30% 31% بالنسبة لسهم إنفيديا، فهي اللاعب الأساسي بالنسبة للمؤشرات، فبالتالي تقرير اليوم إذا ما جاء أفضل من التوقعات لكن مع forward guidance قد يكون أو توجيهات مستقبلية قد تكون سيئة فقد تكون ضاغط. أود أن أنهي بالنسبة لإنفيديا أن عقود الأوبشنز أو عقود الخيارات تسعر بأن إمكانية تحرك سعر السهم في جلسة اليوم قد يصل ما يقارب 7-9% نظراً للتوقعات بأن يكون هناك ربحية عالية جداً ومرتفعة جداً. كما أن الإشارة بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الفترة الماضية جميع الشركات أعطت إشارات مخاوف بالنسبة للتوجيهات المستقبلية، مايكروسوفت، أبل، تسلا أعطوا إشارات بعض المخاوف لأن الطلب العالمي قد ينحصر، أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تكون ليست كما كان متوقع الطلب العالمي عليها بشكل كبير جدا، فبالتالي التوجيهات المستقبلية بالنسبة لإنفيديا مهمة جدا في جلسة اليوم. من أمريكا إلى اليابان، ما رؤية حضرتك أيضا لأداء الين الياباني بعد اجتماع البرلمان الأخير مع بنك اليابان؟ يمكن لاحظنا في الفترة الماضية تقدم أسعار الين الياباني، انخفاضات الدولار مقابل الين الياباني من مستويات ما يقارب 163 إلى مستويات 142، دفع البرلمان الياباني لعقد اجتماع طوارئ مع بنك اليابان لمعرفة سبب تغيير السياسة النقدية وتوجيهات السياسة النقدية.
بكل تأكيد بنك اليابان كان متبني السياسة التسهيلية لعقود من الزمن. تغيير وتجديد السياسة النقدية دفع الأسواق لتفكيك الكاريتريد، تجارة مناقلة الفوائد من ناحية، من ناحية أخرى تراجعات الأسهم اليابانية، مما دفع مخاوف بأن عمليات رفع أسعار الفائدة المتتالية بالنسبة لبنك اليابان قد تكون مخيفة بعض الشيء. الين الياباني القوي ليس مهم جدا بالنسبة لليابان، لأن الاستيراد الشركات الصغرى قد تعاني بعض الشيء، تراجعات الأسهم اليابانية قد تكون مضرة في ثقة المستهلك، فبالتالي يحتاجون استقرار الأسعار، ليس دفع الين الياباني بشكل متتالي أو بسرعة كبيرة. لكن بالنسبة للسياسة النقدية، التضخم مرتفع بمدة 27 شهر متتالي بالنسبة لليابان، النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة يعتبر نوعا ما متوازن 0.8 لآخر قراءة بالنسبة للنمو الاقتصادي، قد تعطيني بعض الإشارات بأن بنك اليابان قد يتجه لرفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. قد يكون هناك إشارات أكبر من أعضاء الفدرال الأمريكي واليوم من بنك اليابان. اليوم هيمينو نائب الرئيس بنك اليابان قد أشار بشكل صريح أن رفع أسعار الفائدة قد يكون وارد بالنسبة لبنك اليابان، لذلك أميل لرفع أسعار الفائدة، قد يستفيد منها الين الياباني في الفترة القادمة. قد نشهد العودة لتداولات أدنى مستويات 140 ين لكل دولار أمريكي، بالتالي قد يستفيد الين الياباني في الفترة القادمة مع تجديد السياسة النقدية بشكل متتالي. أنجي، وضحت النقطة. بشكر من دبي أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، لمشاركته معنا اليوم. شكرا لحضرتك.